وتيار الشمال وتيار الشرق وتيار الغرب. امين العام ديال حزب الاستقلال انتخب بالاجماع، ما فيها نقاش. فين هو التيار؟ فين هو ولد نزار بركه في الحزب؟ كاين شي واحد؟ ما باينش. واخا هذاك اللي ضده راه صوت عليه، سبحان الله العظيم. هذا الاول. ثاني، لاول مره في تاريخ الحزب المؤتمر فوض الامين العام السلطه باش يجي يقترح لائحه ديال اللجنه التنفيذيه. هذا تشريف وتكليف، يعني الاستقلاليات والاستقلاليين في المؤتمر ماشي في المجلس الوطني قالوا الامين العام ديالنا غنعطيوه الامكانيه باش يختار الفريق ديالو ويجي يقدموا لينا وحنا غنوافقوا ليه ولا ما نوافقوش. ياك هادشي اللي كاين. امين العام عنده الترشيحات، يلا ولا امين عام يلا انتخبنا، وعنده اكثر من 100 مرشح، بقى 107 107 107 المرشحين. امين العام خاصو الحزب هي الاساسيه الاولى، تمثيليه ديال كل استقلاليات والاستقلاليين اللي غيواكبوه في هذه المرحله، ومعايير اخرى ديال الفريق متجانس متكامل وقوي باش يربح الرهانات ديال الانتخابات ديال 2026. هذا كيطلب شويه الوقت، هذا كيطلب شويه الوقت، وداكشي علاش امين العام اليوم كياخذ وقته، كيدير المشاورات مع كل الروافد ديال الحزب المجاليه وحتى الفئويه باش ياخذ القرار ديالو ويجي يقترح على المجلس الوطني الفريق الذي يراه مناسب لمواكبه المرحله المقبله. تفاعل معكم سيد الوزير في هذه النقطة، بالتأكيد كان انتخاب الأمين العام بالإجماع كما ذكرتي ومر المؤتمر، ولكن قبل المؤتمر كانت هناك العديد من المؤشرات، من ضمنها أن المؤتمر انعقد خارج الأجل القانونية تأخر، ومن ضمنها أن اللجنة التنفيذية كانت في واحد الوقت ما كتنعقدش، كان صعيب أنها تنعقد، المجلس الوطني حتى هو تأخر. هذه الخلافات كلها كانت وهذه المشاكل كلها كانت، الأمين العام انتخب بالإجماع. إيوا قول بس. الحمد لله. هذا نجاح ونجاح كبير ديال الامين العام، بحيث ان كان النقاش ونقاش عميق. شنو سبب هذا؟ ومواقف لكن مواقف حزب كبير تاريخي، في ناس اللي عندهم شخصيه قويه واللي عندهم حضور قوي وتمثيليه قويه، وكل واحد عنده الراي والراي الاخر، والديمقراطيه هي هذه، وجمع الشمل ماشي سهل، وداك الشيء علاش كل شيء اتفق على نزار بركه امين عام، حيت جمع الشمل وداروا بقوه وداروا بذكاء. نقاش سليم بين لا الناس. لا 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 ما عمر حزب الاستقلال كانوا العدد ديال الاشياء والتواصل الى اخره، هادشي ما كانش، هادشي ما كانش صح، عندك الحق. لا وكان نقاش سليم بين الناس. لا هذا امتداد للتواصل، ولكن انه يدوز مؤتمر، انه يدوز المؤتمر وما يتمش انتخاب ديال اعضاء اللجنه التنفيذيه داخل المجلس الوطني، ويبقى مجلس وطني مفتوح لمده تقريبا شهر الان، هذه وضعيه تبان لي غير طبيعيه. لا وضعيه فريده من نوعها، لاول مره كتوقع، واللي عندها ارتباط مباشر مع الثقه للمؤتمرين عطاوها الامين العام. لاول مره تعطى الامين العام هذه الصلاحيه وهذه المسؤوليه، وهذه المسؤوليه الامين العام خاصو ياخذ الوقت. نعم. حيت قبل كانوا الترشيحات فرديه. نعم. ولا حسب الاصوات اللي عندك كتدخل وكتدخل في اللجنه التنفيذيه. نعم. الاستقلاليات والاستقلاليين شافوا بان اليوم في هذه المرحله الدقيقه الامين العام كيحتاج الفريق اللي غيختاره هو، وعطاوه هذه الصلاحيه، عطيوه الوقت باش يوجدوا، راه مسؤوليه. فاوت ما يجي لجنة القوانين هي اللي وجدات، ولكن المؤتمرين هما اللي اختاروا، المؤتمرين هما اللي اختاروا، استقلاليين والاستقلاليين هما اللي صدقوا على هذا الشيء. واليوم تعطى هذا التكليف وهذا الشريف للامين العام، غتجي غتقول انا الفريق ديالي هو هذا، خاصك دير المشاورات،
شوف الاستقلاليات والاستقلاليات كتهضروا باش تكون التمثيليه، باش يكون التجانس، باش تكون الوحده. رهان الوحده ديال الحزب هو اهم رهان، هو اهم رهان. كتعرف الفريق ديال الحزب في البرلمان كيفاش كيتسمى؟ فريق الوحده والتعادليه، ياك؟ الوحده اهم رهان. خاصنا نمشيو موحدين كفريق واحد متجانس كف ونزيه باش نربحو ونصدروا انتخابات ديال 2026، وهذا هو الهدف. خلال هذه التحديات يعني المترمع الوطني الاحرار وبقيه الاحزاب يعني على المرتبه الاولى، هذا الشيء اللي كنراهنوا عليه وهذا الشيء اللي كنشتغلوا عليه، وان شاء الله غنوصلوا للمرتبه الاولى. هذا هو الهدف وكنشتغلوا في هذا السياق. على ذكر الفريق الاستقلالي، هناك حديث يعني ان كاين بعض الخلافات داخل الفريق بعد انتخاب الاخ يعني خلف لنور الدين ضيان حجيره عمر حجيره. كاين حديث على ان كاين بعض الصراع داخل الفريق البرلماني، دار وتيار الاخر الى اخره، وصلنا للاجماع باش ننتخبوا الامين. معلوم في كل مجموعه انسانيه في الاسره ديالنا كاين الراي والراي الاخر، وهذا شيء عادي وسليم. ولا ما كانش النقاش في البرلمان، ولا ما كانش النقاش بين البرلمانيين، غتخلي للشارع. هذا شيء عادي وسليم، ان فريق برلماني في اسره في قبه يكون نقاش وسليم بدون عنف باحترام.